لو تفتكروا معايا كنا قلت لكم ان السيجنيفيكانت تيستس كان منها انواع صح كده، كان منها بارامتريك والنون بارامتريك، ده كده تقسيمه علميه او تقسيمه احصائيه لانواع السيجنيفيكانت تيستس. وبعد كده قلت لك ايه، قلت لك ان المنهج مقسمها لك لنوعين عشان نفهمهم على حسب الداتا. ساعات كان بيقول لك selection of the type of the significance test according to the ايه او based on the type of data، نوع الداتا اللي معاك، وقسمهم لنوعين على حسب نوع الداتا. قسمهم الى tests used for quantitative data، وده احنا اللي خلصناه، اللي قلنا فيها الزد تيست والتي تيست والبيرد تي تيست والانوفا او اللي هو الاناليسز. الاناليسز كان في one way analysis و two way analysis. طب بالنسبة للنوع تاني اللي هو الكواليتيتف داتا، الكواليتيتف داتا دي بقى دلوقتي اللي احنا نكملها مع بعض، اللي هي الكواليتيتف داتا او tests for qualitative data. خلينا اقولهم لك ايه هم الاول وبعد كده هنقراهم من البي دي اف، نقراهم من الباوربوينت. تمام، التست فور كواليتيتف داتا هم ايه؟ هم المكتوبين عندكم في المنهج، هو طبعا اكتر من كده بكتير بس هم دول المكتوبين. يعني هما التشاي سكوير، دول اهمهم يعني تشاي سكوير تيست. تشاي سكوير تيست النوع الثاني اسمه ايه؟ النوع الثاني اسمه زد تيست. برضو خلي بالك الزد تيست بتعمل للاثنين، بتعمل للكوانتيتيف والكواليتيتيف، وهقول لك ازاي. واخر نوع هو ايه؟ اخر نوع هو الكورليشن اند ريجريشن. الكورليشن اند ريجريشن، تمام كده؟ تمام، دول اللي احنا هنتكلم عنهم في الفيديو ده دلوقتي، التشاي سكوير تيست، الزد تيست، والكورليشن اند ريجريشن. طب ايه الفرق ما بينهم بقى؟ بص، الفرق ما بينهم ان التشاي سكوير، الفرق ما بينهم الجوهري هو ازاي التست بيحول الكواليتيتيف لارقام اقدر اتعامل معاها، تمام كده، او تنظيم اقدر اتعامل معاه. فهمت قصدي؟ يعني الستاتستكس هو علم ايه؟ هو علم بيحصل فيه كولكشن اوف داتا واورجنايزيشن للداتا، صح؟ دي كلها تعتبر ستاتستكس، دي كلها تعتبر ستاتستيكال تيست، يعني يعني اختبارات احصائيه، سواء الكورليشن او سواء الزد تيست او سواء الايه او سواء التشاي سكوير، كلهم دي يعتبروا ستاتستيكال تيستس او اختبارات احصائيه. طب ايه الفرق ما بينهم بقى؟ يعني ده بيعمل يعني ايه الفرق من كل واحد فيهم؟ اللي مفرق كل واحد فيهم عن التاني هو ازاي بيعمل اورجنايز للداتا، ازاي بيعمل اورجنايز اللي هي الكواليتيتيف داتا بتاعته. التشاي سكوير بيعمل اورجنايز للداتا عن طريق ان هو بيحطها في ايه، بيعمل اورجنايز للداتا عن طريق ان هو بيحطها في تيبلز، بيخليها كاتيجوريز، بيخليها عباره عن روز وكولومز، يعني صفوف وايه وكولومز، روز وكولومز، تمام كده، تيبلز، يعني بيخليها كاتيجورايزد، بيعملها كاتيجورايزيشن، بيخليها كده في كاتيجوري، تمام، تيبلز، روز وكولومز. ده التشاي سكوير، ده هو دي الطريقه اللي بيعمل بيها اورجنايزيشن للكواليتيتيف داتا. طب ازاي التست بيعمل اورجنايزيشن للكواليتيتيف داتا؟ ازاي؟ عن طريق ان هو بيحطها في برسنتج، بريسنتايل، بيعملها برسنتج، خلاها نسب مئويه. طب الكورليشن ريجريشن، ريجريشن بينظموا الداتا ازاي؟ بينظموها على جراف اللي هي الاكس واي جراف، الاكس واي جراف، الاكس اكسس واي اكسس جراف، اللي هو البلين جراف، البلين جراف انتوا كلكم عارفينه، يعني احنا كنا بنرسم فيه زمان في الماس ايام الابتدائي وكده، يعني كراسة اميره مش عارف مين في غيرها. مهم يعني التشاي سكوير بيعمل اورجنايزيشن للداتا في على هيئه تيبلز، روز وكولومز، الزد تيست بيعمل اورجنايزيشن للداتا على هيئه برسنتج، اما الكورليشن والريجريشن بينظمها على هيئه ايه؟ جراف. يعني ايه بيعمل ايه في الجراف؟ يعني بيخليها على هيئه، يعني على هيئه ايه؟ على هيئه لاينز كده، اللي هو كده يعني، فاهمين قصدي؟ تمام. طب تعالى كده مع بعض بقى نعرف كل واحد فيهم ايه اللي بيحصل فيه بالظبط. بالنسبه للتشاي سكوير تيست، ده اول واحد فيهم. التشاي سكوير تيست بكل اختصار بعمله امتى؟ بعمله لما الداتا اللي عندي تبقى على هيئه تيبلز، تمام كده، تبقى على هيئه تيبلز. عشان نفهم التشاي سكوير تيست خلينا ناخد بقى الباور بوينت كده ونقرا مع بعض ونعرف المثال. التشاي سكوير تيست بيقول لك ايه؟ اول حاجه بيقول لك كواليتيتيف داتا ار ارينجد ان تيبل، اهو احنا قلناها،
formed by rows and columns. قلناها برضو. One variable defines the rows and the categories of the other variable define the column. يعني معنى كده ان في variable بيحدد الروز وفي variable بيحدد الكولم. يعني وبكده علاقة بين two variables. معنى كده ان هو علاقة بين two variables برضو. وبالتراي سكوير تيست ده علاقة بين two variables. العلاقة دي ببدأ ايه احطها الريليشن دي او العلاقة دي ببدأ اوصفها او اعملها description على هاي التابل. بحيث ان يكون في variable 1 و variable 2. variable 1 ده بياخد مثلا اللي بياخد الكولمز ياخد الكولمز و variable 2 ياخد الايه الروز او صفوف. فاهم قصدي؟ تمام. ده معنى الجمله. بيقولك ايه؟ بيقولك ان هو qualitative data دي تبقى arranged في table. التable ده بيكون من rows و columns. الروز عباره عن variable بيمثل الروز وفي variable تاني بيمثل الكولم. طب ايه فايدة التشاي سكوير تيست؟ فايدة التشاي سكوير تيست ده كلمة هبلة جدا. To test relationship between categorical variables. كلمة categorical variables يعني qualitative variables. سبحان الله. مش عارف ليه هو التعقيد بس هو يعني كلمة categorical هي نفسها qualitative variables. qualitative هي variables الكيفية. تمام؟ بس هو قال كلمة categorical عشان هي بتبقى منظمة على هيئة categories. على هيئة categories في جوه التيبل يعني. فهم قصدي؟ تمام. تعالى بقى ناخد بقى. بقولك the null hypothesis of the chi-square test is that no relationship exists on the categorical variables in the population. بيقولك يعني ان H0 بتاعت chi-square test دي بتقول لنا ايه؟ هي معناها ان مفيش relationship ما بين الكاتيجوريز اللي محطوطة في الايه في التابل. بس كده. يعني امتى اقول على الريزلت او النتيجة بتاعت chi-square test دي 0؟ اقول عليها 0 دي معناها ايه؟ او الفاليو اللي معناها ان هي خلاص يعني اقول عليها ان هي null hypothesis H0 امتى؟ لما ده معناه او ده لما يكون فيش اي relationship ما بين الايه ما بين ال variable الاولاني و variable التاني. طبيعي مع ال H0 احنا حافظين في اول الفيديو خالص ان هو عبارة عن there is no relationship between the dependent and the independent variables وما فيش اي significance difference. ده احنا حافظينه على ال H0 دايما. فما فيش فرق في الجملة دي خالص. ده بقى ده الاكويجن وشرحها. فعشان نفهم الاكويجن وعشان نفهم الدنيا ماشية ازاي لازم ناخد الايه الاكزامبل اللي هو من دي. انا احب اشرحه على الاكزامبل. وهنا الاكزامبل بيقولك ايه؟ For example, if you want to test whether attending class influences how students perform on the exam. يعني هو دلوقتي عايز يعمل research, عايز يعمل بحث من خلاله يقدر يشوف هل الاتندنس في الكلاس. يعني مثلا انتوا كده عايزين مثلا الكلية عايز تشوف هل حضوركو المحاضرات وحضوركو السكاشن بيفرق في درجاتكو في الامتحان ولا لأ؟ تمام كده؟ تمام. Using test scores from 0 to 100 ماشي as data would not be appropriate for a choice square. وخدت بالك ان هو بيبقى هنا حولها رقمية ازاي؟ حولها رقمية من 0 ل 100. معنى ايه؟ معنى 0 ل 100 ده هنستخدمه مع الاتندنس. يعني من 0 لحد 100 طالب هيحصلوا اعمل لهم اتنشن اتندنس قصدي يعني او اللي هو الابسنس او اتندنس. طب بالنسبه للدرجات الاكزام درجات الاكزام برضه من 0 ل 100 فهو 0 ل 100 ده اللي هو الرينج اللي هو مديه او الانترفال اللي هو مديه. تمام؟ مهم يعني as data would not be appropriate for chi square test. However, arranging students in categories pass and fail would additionally would. تمام كده. يبقى معنى كده ان هو عايز يعمل ايه؟ عايز يقول لك يا سيدي ان انا هعمل تيبل احط فيه اتنين variables. الفاريبل الاولاني كده المفروض الفاريبل الاولاني اللي هو هيمثل الكولمز. تمام كده. هو الباس اور فيل. الناس اللي هي نجحت والناس اللي سقطت. والفاريبل الثاني هو هيمثل الروز. اللي هيمثل الروز هو الناس اللي هي الطلبه سواء يعني لو من حيث الناس اللي هي حضرت والناس اللي غابت اللي هي اتندنس والابسنس. تمام كده. سبحان هو عملك الجدول اهو. اهو ده الجدول. شايف الجدول ده؟ الجدول اللي اتعمل عليه تشاي سكوير. هم عملوا ايه يا سيدي؟ هم راحوا جابوا سجل الغياب والحضور وجابوا الدرجات وشافوا الاسامي اللي حضرت وشافوا شافوا الاسامي اللي حضرت والاسامي اللي غابت وبداوا يقارنوا بينهم بين الناس اللي حضرت واللي غابت ومين وبين الدرجات بتاعتهم وشافوا في كام واحد حضر ونجح وفي كام واحد حضر وفشل او سقط وكم واحد ما حضرش ونجح وكم واحد ما حضرش وسقط وبداوا عملوا سمشن او جمعوا كل الفاليوز دي زي ما انت شايف كده مثلا وليكن الكولم بتاع اهو ده كده الكولم اهو
الكولم بتاع الباس اور فيل، الناس اللي نجحت وفشلت، وده كده الروز، الروز بتاع الاتندنس والسكيبنج او اللي هو الابسنس يعني الناس اللي حضرت وغابت. بالنسبه لكده انت شايف ده معناه ايه؟ معناه اتندنس وباس، يعني معنى كده ايه الناس اللي ده اللي هو رقم 50 ده، 50 ده معناه الناس اللي حضرت ونجحت. طب رقم 10 ده معناه ايه؟ الناس اللي غابت، ده عدد الناس اللي غابت ونجحت. يبقى 50 ده عدد ايه؟ ده عدد الناس اللي ايه راحت ونجحت. اما 10 ده الناس عدد الناس اللي راحت اللي ما راحتش ونجحت، ما راحتش المدرسه هنا وما حضرتش ونجحت. طب الفيل ده الفيل ده رقم 20 ده معناه الناس اللي حضرت وسقطت. اما 20 الثانيه دي ده عدد الناس اللي ايه اللي غابت وسقطت. تمام كده؟ وده كده السمشن بتاع الرو، ده كده اللي هو 70 و30 ده السمشن بتاع الرو 1 ورو 2. اما 60 و40 ده السمشن بتاع كولم 1 وكولم 2، وده التوتال سمشن للروز والكولمز مع بعض. يعني 70 زائد 30 يساوي 100 و60 زائد 40 يساوي 100. بالمناسبه من المتوقع بنسبه عاليه جدا تكاد تكون تصل الى 90% ان السؤال او المساله اللي هتيجي في الامتحان هي تشاي سكوير. مش بقول كده عشان انا منجم ولا حاجه، لان التشاي سكوير تعتبر هي اسهل طريقه ما فيهاش حسابات كتير، ده اولا. ثانيا هي خطواتها معروفه ومحسوبه، تمام كده. ثالثا اصلا هي دي اللي جت السنه اللي فاتت في الامتحان العملي بتاع سنه تانية، هي دي المساله اللي جت السنه تانية في امتحان العملي. فنسبه كبيره جدا التشاي سكوير هي دي المساله اللي هتيجي عندكم في امتحان الفاينل باذن الله، باذن الله. فركزوا عليها قوي قوي قوي. تعالى بقى نعرف مع بعض ازاي نحسب التشاي سكوير تيست. عشان نحسب التشاي سكوير تيست فانا كده كده نفس الكلام برضو زي ما عملنا في التي تيست، انا محتاج الديجري اوف فريدم. وطالما قلت كلمه ديجري اوف فريدم وبقى انا هعمل ايه؟ طالما قلت كلمه ديجري اوف فريدم وبقى انا هبدا اقارن الفاليو بتاعه التيست اللي طلعت لي من الايكويشن او المعادله، واقارن ما بينها وما بين التيبل اللي هو الجدول بتاع الديستريبيوشن كيرف. اهو ده الجدول بتاع الديستريبيوشن كيرف بتاع التشاي سكوير زي ما انت شايفه، مكتوب اهو كريتيكال فاليوز اوف ذا تشاي سكوير ديستريبيوشن كيرف وذ دي ديجريز اوف فريدم، او اللي هو ديجري اوف فريدم يعني دي اف. فده معناه ايه؟ معناه انت هتحسب الدي اف، وبناء على اللي انت هتحسبه هتشوف البي فاليو كام. اللي احنا حافظينها صم البي فاليو دايما ثابته 0.05، وعلى حسب الديجري اوف فريدم اللي طلعت لك في المساله هتبدا تشوف البي فاليو، يعني تشوف الكولم بتاع البي فاليو وتبدا تشوف الرقم وتقارن ما بين الشاي سكوير تيست او الفاليو اللي طلعت لك في التيست، تمام، اللي هو في المعادله، وبين الفاليو اللي موجوده في الجدول ده. والجدول ده زي ما قلت لك هو ثابت، انت ما بتعملوش ولا بتحفظه ولا اي حاجه، هو بيجي لك جاهز، تمام. تعالى بقى نشوف المثال بتاعنا ده. المثال بتاعنا ده بيقولوا ايه؟ بيقول لك اهو يا سيدي عندك، هو عايز يعمل ايه يا سيدي؟ هو عايز يعمل يشوف المفروض قبل ما بص قبل ما تحل اي سؤال لازم تشوف هو ايه الهايبوثيسز، ايه الفرضيه اللي انت بتحاول تثبتها او بتحاول تنفيها، ايه الفرضيه اصلا، تمام كده. علشان عايز اقول لك حاجه، لما تيجي تحل السؤال هتكتب الخطوات بتاعتك، تمام كده. المعادله نفسها عليها درجه، الخطوات بتاعتك وانت بتكتبها بنتائجها عليها درجه، النتيجه الفاينل الاخيره عليها درجه. وكل الناس مش هتنسى الحاجات الخطوات دي كلها، ولكن هتنسى اخر خطوه اللي هي ايه؟ ان انا اكتب الجمله النهائيه بعد اي بعد اي تيست او بعد اي معادله، يعني اللي هي ايه الجمله النهائيه؟ اللي هي الريزلت، النتيجه اللي هي ايه يعني؟ يعني مثلا وليكن مثال الزد تيست، كنت قلت لك الزد تيست لو انت الفاليو بتاعتك طلعت اكتر من 2 وبقى ده معناه ايه؟ معناه it is there is significant، there is significant difference، there is relation between the variables. وانت هي دي الجمله اللي المفروض تكتبها، تقول له كده لو الزد تيست او الزد فاليو طلعت اكتر من 2 then هتكتب كده since او منذ او يعني since ان الزد فاليو طلعت اكتر من 2 يبقى then there is significance difference between the variables، وتكتب ال variables اللي موجودة عندك في المثال. وليكن مثلا المثال عندك مكتوب كوليسترول و obesity، تكتب كده there is significance difference in blood cholesterol between obese group and normal group، تكتبها كده، تكتبها عشان دي عليها درجة. مهم قوي، ركزوا معايا، الله يصلحكم، ربنا يوفقكم يا رب. المهم يلا نكمل مع بعض. دلوقتي احنا دي المسألة بتاعنا، قلت لك قبل ما تحل اي سؤال
تمام كده، تبدا تشوف الهايبوثيسس، تحط ايدك على الهايبوثيسس ده كده. عندك سؤال اهو يجي في الامتحان بالمنظر ده، يبقى هو منظره كده اللي هيبقى مديك الجدول ومديك الكلام اللي فوق الجدول ده. طلع بقى الهايبوثيسس من الاكزامبل. ايه هو الهايبوثيسس؟ والله اهو شايف كده لما كان قال لك اهو won't, if you want, اول جمله if you want to test whether attending class influences how student perform on an exam. هي دي الهايبوثيسس، هو ده الريسيرش، هو ده محل التست، هو ده سبب، ده البيربس اوف ذا تيست، ده غرض من التيست اللي انا بعمله. هو بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك عايز يشوف هل الاتندنس بيأثر على درجاتك في الاكزام، هل حضورك في الكليه او حضورك في المدرسه بيأثر على درجاتك في الامتحانات. تمام، هو ده التيست، هو ده الهايبوثيسس. فالمفروض الهايبوثيسس بتاعتي ده الفرضيه بتاعتي. هبدا اشوف بقى هي اتش 0 ولا اتش 1. عشان اشوف هي اتش 0 ولا اتش 1 هبدا اطبق الكاي سكوير تيست. ليه طبقت؟ اشمعنى الكاي سكوير تيست انا طبقتها؟ طبقتها علشان انا بتعامل مع كواليتيتيف داتا، وانا نظمتها على هيئه كاتيجوريز. يبقى انا عشان نظمتها على هيئه كاتيجوريز وانا بتعامل مع كواليتيتيف داتا وبعمل ريليشن شيب ما بين حاجتين اللي هو الاتندنس والدرجات او البرفورمانس اون اكزام، فبالتالي هتعامل هستخدم مضطر ان انا استخدم الكاي سكوير تيست. تمام تمام، هستخدم الكاي سكوير تيست زي ما انت شايف بقى. انت ايه اللي موجود عندك؟ اللي مكتوب عندك، اللي مكتوب عندك ثانية واحدة، ولكن مثلا خدنا اللي هناخد ال انت مكتوب عندك الباس والفيل واللي هما الاتندد والسكيبد، صح كده؟ كان الباس 50 و ننقل الفاليوز بس معلش، 50 و10 20 و20. تمام، 50 و10 20 و20. يعني ايه الفاليوز دي؟ الفاليوز دي معناها هي الاوبزيرفد فاليوز. هي الايه؟ الاوبزيرفد فاليوز. يعني ايه كلمه اوبزيرفد فاليوز يا دكتور؟ هي القيم اللي انا حسبتها بنفسي. بمعنى ايه؟ هي القيم اللي انا رحت جبت سجل الحضور ورحت جبت سجل الدرجات وبدات اقارن بين سجل الحضور والدرجات عشان اطلع كميه عدد الناس اللي حضرت ونجحت وعدد الناس اللي فشلت ونجحت، قصدي فشلت وحضرت، وعدد الناس اللي ما حضرتش ونجحت وعدد الناس اللي ما حضرتش وفشلت. يبقى انا عملت اوبزرفيشن للفاليوز دي، بدات اجيب بنفسي وبايدي واشتغلت بايدي، جبت سجل الحضور وطلعت الارقام لحاله فرديه للسنه دي بس او للترم ده بس، للترم ده بس. هو ده الاوبزرفد فاليوز. دي حاجه انا تعبت فيها. طب انا ليه بعمل الاوبزرف، ليه بحسب الاوبزرفد فاليوز دي؟ بحسب الاوبزرفد فاليوز دي وابدا اعمل حصر الاعداد علشان ابدا اطلع الاكسبكتد فاليوز. عشان ابدا اعمل ايه؟ اطلع الاكسبكتد فاليوز. ايه هي الاكسبكتد فاليوز؟ والله الاكسبكتد فاليوز دي هي الارقام المتوقعه. يعني ايه الارقام المتوقعه؟ الارقام المتوقعه دي هو انا متوقع بنسبه قد ايه، او ايه هو الرقم الاكسبكتد نمبر، الرقم المتوقع اللي هيطلع لي اللي هبدا اطبقه بعد كده على بقيه السنين بقيه الترمات، وما اضطرش ان انا اطلع سجل الحضور واطلع سجل الدرجات تاني بعد كده عشان اشوف مين اللي نجح ومين اللي حضر. الاكسبكتد فاليوز دي هي نفسها الجنرالايزد ستيتمنت، هي الجنرالايزد ستيتمنت بمعنى اصح، ولكن دي بيسموها البيرفكت جنرالايزد ستيتمنت. دي يعني هي المثاليه اللي هو طلعتها من رو فاليوز، من يعني اعداد رو. تمام كده، اللي هي الاوبزرفد فاليوز يعني. تمام، وليكن مثلا عشان تفهموا اكتر المثال ده او اللي انا عايز اقوله، يعني وليكن مثلا من خلال الاوبزرفد فاليوز اللي هي ال 50 و10 و20 هعمل لها حسبه كده. تمام كده، هيطلع لي ايه في الاخر؟ يطلع لي مثلا وليكن 42 واحد اتندد، ده الاكسبكتد فاليو يعني 42 واحد اتندد وباس. يعني ايه ذا اكسبكتد فاليو ايكوال 42 واحد اتندد وباس؟ دي معناها ايه الجمله دي؟ معناها ايه؟ معناها ان شاء الله بعد كده في الترمات الجايه والسنين الجايه دايما هيكون في بعد كل امتحان هيكون في 42 شخص من الفصل حضروا وهينجحوا. فهمتوا يعني ايه اكسبكتد فاليو؟ اكسبكتد فاليو معناها ايه؟ معناها ان 42 شخص ان شاء الله
بعد كده في كل السنين وكل الترمات هيحضروا هيكون حضروا في المدرسه والكليه او الكليه ونجحوا 42 اتندد وباس ده الاكسبكتد فاليو. بعد كده طب الاوبزرف ده بجيبه ازاي؟ الاوبزرف ده انا بشتغل عليه بجيب الترم ده يعني في الترم اللي انا فيه دلوقتي اقدر اطلع سجل الحضور واطلع سجل الدرجات وابدا اقارن الفاليوز مع بعض واشوف في كم واحد نجح وحضر كم واحد فشل وحضر وهكذا. تمام وبعد كده عرفت اتنين فاليوز اوبزرفد فاليوز واكسبكتد فاليوز. والله الشاي سكوير تيست بيعتمد على التو فاليوز دول يعني عشان اطلع الشاي سكوير تيست بعتمد على التو فاليوز دول زي ما انت شايف كده اهو هي دي المعادله بتاعتي الاوبزرفد فاليوز والاكسبكتد فاليوز هي دي معادلتي بتتكون من اوبزرفد فاليو واكسبكتد فاليو. طب الاو اللي انت شايفها دي معناها ايه؟ معناها اوبزرفد فاليو والاي هي الاكسبكتد فاليو هعملها باور 2 على الاي هقسمها على الاي اللي هي الايه الاي دي اللي هي الاكسبكتد فاليو. طب ايه هي العلامه الغريبه دي اللي شبه الاي دي؟ العلامه الغريبه دي اسمها سيجما. ايه يعني ايه سيجما؟ يعني انا هعمل المفروض ده معناها ايه؟ معناها ان الايكويشن اللي انا شايفها دي او المعادله دي اللي هي او ماينس اي باور 2 اوفر اي دي معناها انها هتتكرر كذا مره هيبقى في او 1 ماينس اي 1 باور 2 اوفر اي 1 وفي او 2 ماينس اي 2 باور 2 اوفر اي 2 وفي O3 minus E3 power 2 over E3 وهكذا. فالسيجما دي معناها ايه؟ السيجما دي معناها والله infinite number لو وصلت الانفينيت number من الO والE انت برضو ده معناها ان انت هتعمل لهم بلس. السيجما دي معناها summation of all variables المعادلة دي هتطبقها على كل variable عندك وتبدأ تعمل لهم بلس. تمام؟ طب انا عايز اعرف هو انا عندي كام سامبل عندي كام عينه؟ والله هقول لك على حاجه بص على التيبل كده انت عندك كام عينه؟ المتسرع هيقول انا عندي عينتين وهقول لك غلط انت ما عندكش عينتين ولا حاجه انت عندك اربع عينات. ليه؟ لان انت عندك العينه الاولى هي العينه اللي تمثل اللي هي الاي 1 العينه الاولى هي الاي 1 اللي هي على فكره عايز اقول لكم حاجه اي 1 دي ما يقصدش بيها ان ال 50 هي الاي 1 لا الاي 1 دي هي بيقول لك يعني انت هتحسب الاي 1 من ال 50 دي الاي 50 دي المفروض الاوبزرفد فاليو مش احنا قلنا الاوبزرفد فاليو هي اللي بتحسب من خلالها بنحسب الاكسبكتد فاليو هو بيقول لك الاي 1 دي هي بتاعه الاوبزرفد فاليو 1 هي الاو 1 هي الـ يعني 50 دي هي الاو 1 والاي 1 دي هتحسبها منها وهكذا الاي 2 هي ال 10 يعني هي الاو 2 10 والاو 3 هي ال 20 فبالتالي هتطلع منها الاي 3 والاو 4 هي ال 20 الثانيه الرابعه قصدي الرابعه الاخيره وهتطلع منها الاي 4. طب ليه هو كتب الاي 1 والاي 2 والاي 3؟ عشان هم للاسف مكسرين الجدول ده متاخد كوبي بيست من الامتحان العملي بتاع السنه اللي فاتت سنه ثانيه. كوبي بيست بالظبط تمام؟ تمام فعشان هما كانوا عشان يعرفوا يحسبوا الخطوات او يدوا درجات للعيال صح فكانوا ايه؟ فكانوا بيحددوا لهم الاي 1 فين والاي 2 فين والاي 3 فين وعشان يكون كل الناس حل بنفس الطريقه وحل بنفس الخطوات عشان ما يعتبوش نفسهم في التصحيح. فاهمين قصدي؟ بعيدا بس على التفاصيل دي كلها اللي انا عايز اقوله لك ان الاي 50 دي مش هي الاي 1 وال20 دي مش هي الاي 3 وال10 دي مش اي 2 لا ال50 دي الاوبزرفد فاليو وال20 اوبزرفد فاليو وال10 دي اوبزرفد فاليو وال20 دي اوبزرفد فاليو. فاهمين قصدي؟ تمام خلينا نكمل مع بعض بقى. يبقى انا عندي كام سامبل دلوقتي؟ انا عندي كام او 1 عندي كام او وعندي كام اي؟ انا عندي 4 او وعندي 4 اي. ليه؟ لان او 1 بتعبر عن الاو 1 دي بتاعت مين؟ بتاعت اللي حضروا ونجحوا والاو 2 هم الناس اللي ايه اللي ما حضروش ونجحوا والاو 3 هم الناس اللي حضرت وفشلت والاو 4 هي الناس اللي ما حضرتش وفشلت. تمام كده؟ فبالتالي انت عندك 4 او وعندك 4 اي فبالتالي انت عندك 4 معادله عندك 4 من الشكل ده هتعملهم كلهم بلس ويطلع لك فاليو في الاخر بيسموه الاكس 2 فاليو بتاع الاكس 2 محدش فزلوك ويعمل لي باور 2 للفاليو اللي هيطلع له الاكس 2 ده هي السيمبل نفسه مالكش دعوه بالباور 2 دي ماشي انت هتعمل بلس بلس للمعادله دي اربع مرات اربع هيطلع لك اربع فاليوز مختلفين هتعمل لهم بلس. تمام كده الرقم اللي هيطلع لك ده هو الاكس 2 اللي هو تشاي سكوير.
حد هيقول لي ليه هي ليه دكتور اكس 2 او ليه هي عباره عن اكس بار 2؟ ان التيست نفسه اسمه ايه يا حبيبي؟ اسمه تشاي سكويرد. تشاي سكويرد تمام كده، فهي باور 2 تمام. تمام، طب كده خلصنا المعادله وحفظناها. طب ندخل بقى على الديجري اوف فريدم. الديجري اوف فريدم قلت لك القاعده الثابته هي ايه؟ ان ماينس 1. طب انت عندك كام سامبل؟ انت عندك 4 سامبل. طب تخيل معايا كده، هجيب كل سامبل واعمله طرح واحد، كل سامبل هتعمله طرح واحد، غير انت عندك اصلا روز وكولمز. فاختصار الموضوع عشان نختصره، قال لك ايه؟ قال لك انت هتطرح من الرو، هتطرح من عدد الروز اللي عندك في التيبل واحد، وهتطرح من عدد الكولمز اللي عندك في التيبل واحد، وتضربهم في بعض عشان تطلع توتال. ليه هو ضربهم في بعض؟ عشان يطلع توتال. يعني بمعنى التيبل ده مثلا انت عندك كام رو؟ النمبر اوف رو ايكوال كام؟ ايكوال عندك 2 اهو، رو ورو 2 رو. والنمبر اوف كولمز اللي عندك في الجدول ده كام؟ ادي كولم وكولم، يبقى كام؟ 2 كولمز. تمام، يبقى الدي اف او اللي هو ديجري اوف فريدم هيساوي كام؟ هيساوي التوتال بتاع كلهم، اللي هو الايه؟ التوتال بتاع الروز مع الكولمز. هتعملها ازاي؟ هتشوف النمبر اوف روز كام وتطرح منها واحد، والنمبر اوف كولمز كام وتطرح منها واحد، وتضربهم في بعض تايمز عشان تطلع التوتال. ماشي، بدل ما تمسكها واحده واحده، كل واحده فيهم تطلع منها الديجري اوف فريدم، عشان انت عندك 4 سامبلز. فاختصار الوقت، هي دي المعادله بتختصر الوقت. تمام كده، تمام. ان عندك النمبر اوف روز كام؟ 2، هتطرحهم من واحد يساوي واحد. وعندك النمبر اوف كولمز كام؟ 2، هتطرحهم من واحد يساوي واحد. فهتضربهم في 2 في بعض يطلع لك كام في الاخر؟ 1. يعني معنى كده الديجري اوف فريدم في الحاله بتاعتنا هتطلع 1، زي ما انت شايف كده اهو. الديجري اوف فريدم هتطلع 1 اهو. الديجري اوف فريدم في الاجابه دي اف ايكوال 2 ماينس 1 في 2 ماينس 1 هتساوي 1. طلعنا الديجري اوف فريدم. طب هيبقى ايه بقى؟ هيبقى ان انت تطلع، انت كده كده عندك الاوبزرفد فاليو في التيبل، انت عندك كده كده الاو مكتوبه لك جاهزه في الجدول. طب انت عايز تطلع الاي بقى، هتطلعها ازاي؟ هتطلع، عشان تطلع الاي هتعمل المعادله دي، هي دي الاكسبكتد فاليو، هي دي معادله الاكسبكتد فاليو. معادلتها انت هتعمل ايه؟ هتجيب التوتال بتاع الروز وتضربها في التوتال بتاع الكولمز في على الجراند توتال. جراند توتال ده هو التوتال بتاع التيبل كله، التوتال بتاع التيبل كله. وليكن مثلا عندك التيبل، فين الجراند توتال؟ الجراند توتال اهو ال 100، ده الجراند توتال، التوتال بتاع كله روز والكولمز مع بعض. ماشي، طب الرو توتال، هتقول لي يا دكتور على حسب، انا عندي كذا توتال، انا عندي رو اهو، عندي 70 وعندي 30، اختار انهي واحده فيهم؟ هقول لك على حسب، والله على حسب. انت هتحسب انهي ايه؟ هتحسب اي 1 يبقى هتاخد الرو توتال 70، هتحسب الاي 2 يبقى هتاخد الرو توتال 30، صح كده؟ طب قال لك هتضرب الرو توتال في كام؟ هتضرب الرو توتال في الكولم توتال. الكولم توتال هتقول لي يا دكتور ما انا عندي 2 كولمز وكل واحد فيهم ليه توتال 60 و40، اختار انهي واحده فيهم؟ هقول لك والله هتختار على حسب. لو انت هتتعامل مع الاي 1 يبقى هتختار انهي كولم؟ هتختار الكولم 60. طب انت هتتعامل مع اي 3 مثلا، هتختار انهي واحده؟ هتختار ال 40 اللي تحتها، وهكذا. تمام، هتبدا بقى تحسب لي اي 1 واي 2 واي 3 واي 4. تمام كده، هتحسبها ازاي؟ اي 1 هتعمل ايه؟ 60 اللي قصدي هتعمل رو توتال تايمز كولم توتال على الجراند توتال. الرو توتال بيساوي كام في اي 1؟ 70. الكولم توتال في اي 1 بيساوي كام؟ 60. هتضرب 60 في 70 على ايه؟ على الجراند توتال اللي هو بيساوي 100. هيطلع لك كام في الاخر؟ هيطلع لك زي ما انت شايف كده اهو، اهو الاي 1 بيساوي 70 في 60، اهي الاي 1 اهي 70 في 60 على 100 يساوي 42، وهكذا بقى. اي 2 70 في 60 على 100 يساوي 42. تمام، وبعد كده اي 3، ها اي 3 لو انت بصيت على الجدول هتلاقي ان الرو توتال بتاعها 70 فعلا، والكولم توتال هتلاقي تحتيها 40، اضربهم في بعض على الجراند توتال 100 يطلع 28، وهكذا، والاي 4 وهكذا. انت كده طلعت كل الاكسبكتد فاليوز. طب وبعدين هتعمل ايه؟ بعد كده بقى هتطلع على الاكس 2. هتطلعها لي ازاي الاكس 2؟ شفت بقى، جاب الاو 1 ماينس الاي 1 على الايه؟ على طبعا باور 2، الكوس جنبها 2 دي معناها باور 2، على الايه بقى؟ على الاكسبكتد فاليو بتاعت الاي 1 اللي هي اي 1. خليني اعملها لكم انا على جنب.
بس اخد بس الفاليوز بتاعت اي 1 واي 2. اي 1 هتطلع 42 28 12. تمام زي ما انت شايف كده اهو، زي ما احنا طلعنا الاي 1 طلعت كام، حسبناها بالقاعده طلعت 42، والاي 2 طلعت كام، والاي 2 طلعت 42 برضو، 42. تمام والاي 3 طلعت كام، تمام 28، والاي 4 طلعت ايه 12. زي الفل صح، مظبوط كده، مظبوط ولا لا؟ مظبوط. تمام طب تعالى بقى نحسب احنا القاعده بتاعتنا ايه، سيجما او ماينس اي باور 2 على اي، يعني هشيل السيجما دي وابدا بقى احط ال هاب او 1 ماينس اي 1 باور 2 على اي 1 زائد او 2 ماينس اي 2 باور باور 2 على اي 2 زائد او 3 ماينس اي 3 باور 2 على اي 3 زائد او 4 ماينس اي 4 على باور باور 2 على اي 4. بس حاسب، بس انت عندك اي 4، مفيش حد عندك او 4 واي 4، اخرك او 4 اي 4 بس صح كده، عندك اربع سامبلز ما عندكش اكتر من كده. ماشي ابدا بقى احسب كل واحده فيهم. الاو 1 كام، الاو 1 كام، والله اهو هبص على الجدول، الاو 1 فين يا سيدي؟ الاو 1 اهي اهي 50، يبقى هكتب 50. والاي 1 كام يا سيدي؟ الاي 1 طلعت 42 حسبناها، اللي هو الرو توتال تايمز الكولم توتال على الجراند توتال. تمام كده اعمل كلها باور 2 على الاي 1 كام؟ 42، هيطلع لي رقم زائد، ده كله هتعمله على الاله الحاسبه. ماشي الاو 2 هتطلع لك كام؟ هي الاو 2 دي بص على الجدول عشان اشوف الاو 2، والله الاو 2 10 اهي. طب عرفت منين الاو 2 10؟ والله هتلاقي في الامتحان كاتب لك جنب الاو 2 اي 2 اللي انا قلت لك عليه، هتلاقي بص كاتب لك اي 2. طب هو لو حق لو ضربت في دماغه ان هو يشيل الاي 2 من 10 ويحطها في ال 20 مفيش مشكله، يبقى ساعتها الاو 2 20. هو اللي هيحدد لك، هو هيحدد لك الاو 2 انهي واحده فيهم، والاو 3 انهي واحده فيهم، والاو 1 انهي واحده فيهم. هيحددها لك ازاي في الامتحان؟ ان هو هيكتب جنب الفاليو اي 1 واي 2 انهي واحده فيهم اي 1 انهي واحده فيهم اي 2 وهكذا. تمام طلعت الاو 2 خلاص، وبقى طلعت الاو 2 من الجدول، هتطلع كام الاو 2؟ هتطلع 10. تمام مش هتطلع 10، هتطلع 10. تمام ناقص كام؟ ناقص الاي 2 اللي هي طلعت لنا كام؟ 42 على وهكذا وهكذا بقى، تكمل المعادله بتاعتك في الاخر هتطلع رقم. الرقم اللي هيطلع ده هو التشاي سكوير تيست فاليو، هو ده الفاليو، ده التستد فاليو اللي هو وليكن مثلا زي ما هو عمل حسب كده اهو الاكس 2 حسب المعدات اللي احنا عاملين نعملها دي كلها لحد ما طلعت في الاخر كام؟ طلعت 33.4. تمام كده 33.4، وحسب الديجري اوف فريدم زي ما انت شايف اهو طلع واحد. اعمل ايه بقى؟ الرقمين دول بقى اعمل بيهم ايه بقى؟ ايوه هيفيدوني ايه؟ الرقمين دول هيفيدوني ان انا ابدا اشوف والله هل في علاقه ولا مفيش علاقه؟ هل في علاقه؟ ابدا اثبت الهايبوثيسس بتاعتي صح ولا غلط؟ الهايبوثيسس بتاعتي كانت ايه؟ ان في علاقه، بحاول اثبت ان في علاقه ما بين الحضور ما بين الدرجات في الامتحان، الحضور والدرجات في الامتحان. دلوقتي انا دلوقتي طلعت الشاي سكوير تيست بتاعي اللي هو 33.4 بناء على الاربع سامبلز اللي انا عملت لهم اوبزرفيشن، وطلعت الديجري اوف فريدم بتاعهم اللي هو هيساوي واحد. اعمل ايه بيهم بقى؟ اشوف ابدا ابص على تشاي سكوير نورمال ديستريبيوشن كيرف اللي هو التشاي سكوير ديستريبيوشن، الجدول بتاع الديستريبيوشن بتاع التشاي سكوير اللي هو اصلا جاي جاهز، واشوف الديجري اوف فريدم بتاعتي طلعت كام. والله الديجري اوف فريدم بتاعتي طلعت واحد، فهبدا ابص على الجدول فين الواحد في الديجري اوف فريدم، عندي الواحد اهي، وانا عارف ان البي فاليو بتساوي كام، 0.05 اهي 0.05. هبدا اهو الواحد و0.05 طلعت كام؟ المفروض الكريتيكال فاليو بتاع التشاي سكوير يطلع 3.8، ده الكريتيكال فاليو. هبدا اقارن ما بين الكريتيكال فاليو وما بين التست فاليو اللي انا طلعته اللي هو 33.4، واشوف مين اكبر من مين او مين اصغر من مين وهكذا. والله لو ال 33 قصدي دلوقتي مين اكبر، ال 33 ولا 38؟ لا ال 38، يعني معنى كده ال 33 اقل من ال 38. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان النظريه بتاعتي صح ولا غلط؟ ده معناه ان النظريه بتاعتي صح. ده معناه ان في علاقه بين الحضور والغياب، لان الفاليو طلعت اقل من الفاليو اللي موجوده اللي هي البي فاليو اللي هي موجوده في الديستريبيوشن كيرف، طلعت اقل منها.
طلعت اقل من البي فاليو اهي، اقل من 3.8. فاهمين قصدي؟ تمام. فبيقول لك اهو then we will find the calculated chi square value. طلعت ايه؟ is higher than the tabulated value. التابيوليتد فاليو اللي هو كام؟ 3.8 اللي طلعناه حسب الديجري اوف فريدم اللي طلع واحد، صح كده؟ ده معناه ايه؟ معناه ان طالما 3.8 دي طلعت اعلى من 3.3 so we will reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis. يعني معنى كده ان في there is significance difference، ده معناه ان في there is relationship between attendance and exam performance. شفت بقى اللي هي الجمله الاخيره دي؟ الجمله الاخيره دي هي عليها درجه هي كمان، يعني شايف الخطوات دي كلها؟ الخطوه بتاعت الاي 1 والاي 2 والاي 3 دي كلها عليها درجه، الاكس 2 دي عليها درجه، الديجري اوف فريدم دي عليها درجه، والجمله الاخيره اللي بتاعتك دي هي دي عليها درجه هي كمان. اوعى تنسى الجمله الاخيره دي اللي هي ايه؟ اللي هي الجمله دي ان احنا نعمل ريجكت النول هايبوثيسس وان احنا نعمل اكسبت الالترناتيف هايبوثيسس، والجمله الاخيره دي اللي هي اتندنج كلاس attending class influences students exam performance with higher statistical significance association. يعني في significance difference، في significance difference، يعني في relation يعني. تمام، بس كده. ده بالنسبه للتشاي سكوير تيست، اتمنى ان انا اكون وضحتها لكم. ندخل بقى على اللي باقي. احنا قلنا ايه هي انواع التستات اللي هي بتاعه الكواليتاتيف؟ اللي عندك التشاي سكوير تيست، عندك الزد تيست وكورليشن. ناخد بقى الزد تيست. الزد تيست ده قلت هنا بيتعمل بناء على ايه؟ بناء على البرسنتج. بكل اختصار، بمنتهى الاختصار، ببدا مثلا وليكن مثلا انا جبت تو سامبلز وعايز اشوف انهي سامبل اكتر فيها انيميا مثلا، او فيها اوبيز، او فيها اي مرض. فالمفروض ان هو الديزيز ده ايه؟ او الناس دي هبدا اخد منهم تيست ازاي؟ هبدا اجمع داتا. اجمع داتا منهم ازاي؟ اشوف كم واحد جاله انيميا وكم واحد ما عندوش انيميا، تمام كده؟ وابدا اعمل ايه؟ وابدا اشوف التوتال بتاع السامبل. طب انا عندي كميه الناس اللي جالهم انيميا وعندي التوتال بيرسونز، فبالتالي اعمل ايه؟ اعمل برسنتج، اجيب الانيميك بيشنت عددهم واقسمه على التوتال، هيطلع لي نسبه مئويه. النسبه المئويه دي هي بقى اللي هستخدمها في الزد تيست. فالزد تيست في حاله الكواليتيف داتا اللي هي الداتا اللي انا ما فيهاش ارقام ولا هي انترفال ولا هي ريشيو، هي كلها عباره عن كلمات. ما هنا في الحاله دي كلمات انيميا، واحد عنده انيميا وواحد ما عندوش انيميا، هي ايه الارقام في كده؟ مفيش ارقام في كده، فاهمين قصدي؟ فبالتالي هنا هعمل ايه؟ هستخدم الايه؟ هستخدم البرسنتج، اسلوب البرسنتج، اشوف كام واحد عنده انيميا واقسمه على التوتال البيرسونز، عشان لو قسمته على التوتال بيرسونز هيطلع لي ايه؟ برسنتج فاليو. البرسنتج دي هبدا احطها في المعادله بتاعتي. طب تعالى بقى نحفظ المعادله دي كويس قوي. الزد بتساوي كام؟ الزد بتساوي بي 1 ماينس بي 2 على افتح روت بي 1 كيو 1 على ان 1 وبي 2 كيو 2 على ان 2. تعالى بقى ناخدها كده ونفهم واحده واحده ايه الكلام ده كله. الزد في حاله الكواليتيتيف، عشان ما نتلخبطش بين الكواليتيتيف والكوانتيتيتيف، بتساوي كام؟ بي 1 ناقص بي 2 على افتح روت بي 1 كيو 1 على ان 1 زائد بي 2 كيو 2 على ان 2 بس. طب ايه الكلام ده؟ البي 1 هو ايه؟ عايزين نعرف بقى البي 1 هو ايه والبي 2 هو ايه، الكيو 1 هو ايه والان 1 والكيو 2 هو ايه، والان 1 هو ايه والان 2 هو ايه. تعالى بقى نشوف مع بعض. قال لك ايه؟ قال لك البي 1 هو البرسنتج اوف ذا فيرست جروب، والبي 2 هو البرسنتج ان ذا سكند جروب، والكيو 1 هو ال 100 ناقص البرسنتج 1، يعني 100% في المية اللي هو من الاخر كده. كيو 1 دي هي النسبه اللي ما عندهاش الانيميا، نسبه الناس اللي ما عندهاش الانيميا، والكيو 2 هي نسبه الناس اللي ما عندهاش الانيميا في السامبل الثاني. الان 1 ده عدد الناس اللي موجوده في السامبل الاولاني، والان 2 ده عدد الناس اللي موجوده في السامبل الثاني. يبقى انت كده عندك كام برسنتج؟ انت عندك 2 برسنتج، عندك بي وكيو، هما الاثنين بيعبروا عن برسنتج، نسب مئويه. البي 1 بتعبر عن انهي برسنتج؟ بتعبر عن البرسنتج الناس اللي هم البوزيتيف، اللي عندهم الايه؟ اللي عندهم الحاجه اللي انت بتبحث عنها، ولكن انيميا.
يبقى البرسنتج اهو برسنتج ان الفيرست جروب او الفيرست سامبل. طب البي 2، البي 2 دي هي برضو الناس، عدد الناس او النسبه المئويه للناس البوزيتيف اللي عندهم الحاجه اللي انت تبحث عنها، يبقى البرسنتج ان السكند سامبل او جروب. طب الكيو 1 بقى، الكيو 1 هي الناس النيجاتيف اللي ما عندهاش الحاجه اللي انت تبحث عنها. دي هتحسبها ازاي؟ بسيطه خالص، 100% ناقص البرسنتج الاولانيه اللي هي بي 1. طب الكيو 2 100% ناقص البرسنتج الثانيه بتاعت السامبل الثاني، يعني السامبل الثاني. طب ان 1 هي عدد الناس اللي هم التوتال نمبر، التوتال او سايز بتوع السامبل 1، والان 2 هي التوتال، توتال سايز بتاع سامبل 2. فتعالى بقى كده ناخد مع بعض المثال الموجود عندكم في الباور بوينت برزنتيشن اللي هو يخص الزد تيست. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك فور اكزامبل اف ذا نمبر اوف انيميك بيشنت ان جروب 1، يعني هو دلوقتي المشكله هنا في الانيميا، هنا دلوقتي اللي احنا عايزين نبحث عنه هو الانيميا، ده الهايبوثيسيس بتاعنا دلوقتي. فبيقول لك لو النمبر اوف انيميك بيشنتس ان جروب 1 which includes 50 patients، يعني معنى كده النمبر اوف بيشنتس اللي موجود في جروب 1 ده ان 1، 50 ده يعبر عن ان 1 اللي هو التوتال نمبر اوف بيرسونز في السامبل واحد، از 5، 5 ده يعبر عن ايه؟ يعبر عن عدد الاشخاص اللي عندهم انيميا في الجروب، في المجموعه الاولى. يبقى انا كده اقدر اطلع برسنتج ولا لا؟ اقدر اطلع برسنتج. هعمل ايه؟ 5 على 50 دي كده بي 1 يساوي 5 على 50 في 100 هتساوي كام؟ هتساوي 10% تقريبا، 10% اه. And the number of anemic patients in group 2 تمام كده which contains 60 patients، يعني معنى كده ان group 2 تحتوي كتوتال نمبر ان 2 بيساوي 60 صح كده؟ از 20، يعني معنى كده ان الانيميك بيشنت اللي هم الناس اللي عندهم انيميا في المجموعه الثانيه عددهم 20 من اصل 60. يبقى البي 2 هتساوي كام؟ البرسنتج 2 هتساوي 20 على 60 في 100 تدينا كام؟ تدينا 33% زي الفل. اف جروب 1 اند 2، يبقى انا كده دلوقتي طلعت كده، طلعت ايه من الجملتين اللي انا قلتهم دول؟ طلعت بي 1 وبي 2 وان 1 وان 2. قول كده معايا، بي 1 هتساوي كام؟ هتساوي 10% وبي 2 هتساوي كام؟ هتساوي 33%. طب ان 1 هتساوي كام؟ ان 1 هتساوي 50 بتاعت الجروب الاولاني توتال نمبر، والان 2 هتساوي كام؟ ان 2 هتساوي 60 بيشنت. ماشي. اف جروب 1 اند 2 ار statistically different in prevalence of anemia we calculate the test، يعني عشان هما statistically different in prevalence، يعني هما عشان الانيميا بتاع الانيميا مدى انتشار الانيميا مختلف في الجروبين، فانا هبدا استعمل الزد تيست. يبقى هنا اقدر اطلع الاستخدام بتاع الزد تيست انا بستخدمه ليه؟ بستخدمه لما اعمل ايه؟ لما اعمل comparison between او difference between the percentage of prevalence، the percentage of prevalence اللي هو النسبه المئويه التي تعبر عن مدى انتشار المرض اهو. used، وبقى هنا ده سؤال ام سي كيو، زد تيست از يوزد فور ايه؟ يوزد فور كومبيرنج تو برسنتج، الزد تيست بتعمل بقى البرسنتج. تمام؟ تمام زي الفل. طب تعالى نكمل بقى، هو حسب حسب الحسابات بتاعته، طلع لنا بي 1، طلع لنا بي 2، وطلع لنا الان 1 والان 2 من المعادله. طب انا اقدر، طب طالما طلعت البي 1 والبي 2 والان 1 والان 2 اقدر اطلع الباقي؟ اه. هو ايه اللي باقي لك في المعادله؟ مش كيو 1؟ تقدر تطلع كيو 1؟ اه طلع، اقدر اطلع كيو 1. كيو 1 بتساوي 100% ناقص بي 1، بي 1 كانت كام؟ 10، يبقى 100% ناقص 10% تساوي 90. ممكن تعملها بطريقه واحده، طريقه ثانيه، كيو 1 تعمل ايه؟ 50 ناقص 5 يطلع لك كام؟ 50 ناقص 5 يطلع لك 45، 45 على 50 في 100 تساوي 90 برضه. سواء كده او كده، المهم يعني ان كيو 1 هي بتعبر، كيو 1 بتعبر عن البرسنتج اوف بيبل هو دونت هاف انيميا، اللي هم نوت انيميك، نون انيميك بيشنت، اللي هم الناس اللي مش عندهم انيميا في الجروب. اما الباقي كله كان ايه؟ عنده انيميا، اللي هم كام في المية؟ 10% من الجروب. والكيو 2 نفس الفكره برضه، 100 ناقص 100% ناقص البي 2 اللي هي كانت 33% هتطلع 67. كده نقدر نطلع الزد؟ اه نقدر نطلع الزد عادي، ما احنا عارفين كل الفاريبلز بتاعت الزد، كل اللي في المعادله. بي 1 كانت بتساوي كام؟ اهو زد بيساوي بي 1 ناقص بي 2، بي 2 على كي نفتح روت بي 1 كيو 1 على 2 زائد بي 2 كيو 2 على 2. بي 1 كانت كام؟ 10%، بي 2 كانت كام؟
33% نطرحهم من بعض على الروت بي 1 في كيو 1 اللي هي كانت 10 في 45 على 2 ان 1 اللي هي كانت 50 وبي 2 كيو 2 البي 2 كانت 33% في الكيو 2 كانت كام 67 تمام كده على ان 2 اللي هي 60 طلع بقى في كله في الكالكوليتر او في الخلاط يديك كام في الاخر يديك زد بتساوي 3.1. طب اعمل ايه بالزد دي بقى؟ ما احنا يا عم الحاج عارفين الزد بتاعتنا ليها في النورمال ديستريبيوشن كيرف النورمال بنقارن الزد مع النورمال ديستريبيوشن كيرف ماشي. وكانت النورمال ديستريبيوشن كيرف بتاع الزد كان ايه؟ كانت الرينج الستاندرد فاليو بتاع او الستاندرد رينج بتاع النورمال سيجنيفيكانس ليفل او الستاندرد سيجنيفيكانس ليفل كان رينج بيتراوح ما بين زائد 2 لناقص 2. لو مش فاكر تعالى نرجع للحته دي اهي بص كده اهو النورمال ديستريبيوشن كيرف اهو فاكر ده؟ ساعد ما قلت لك الزد لو اكتر من 2 او اقل من او اكتر من 2 او اقل من سالب 2 وبمعنى كده ان there is significant difference with there's relation ومعنى كده ان الالترناتيف هايبوثيسز هي اللي صح والاتش 0 هي اللي ريجكتد صح ولا لا؟ فاكر معايا ساعد ما اقول لك ان الستاندرد فاليو بتاعها كان يتراوح ما بين 2 ل 2 وسالب 2 اللي هو 95% بتوع السيجنيفيكانس ليفل اللي احنا حافظينهم تمام. هي نفس والله مش هي زد تيست ما هي نفسها مش هتتحول يعني هي نفس الفكره بالظبط اهو. فبالتالي هقارن الفاليو دي بالاثنين زي ما انت شايف 3 اكتر من 2 ولا اقل من 2 اكتر من 2 فبالتالي هتمشي فين؟ هتمشي اكتر من 2 هيبقى تمشي بعيد عن الزيرو فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان ده بوزيتيف سيجنيفيكانس ديفرنس يعني اتش 1 هي اللي صح اكسبت الاتش 1 ريجكت الاتش 0 ذير از سيجنيفيكانس ديفرنس ذير از ريليشن شيب ماشي تمام. هو بيقول لك اهو ذيرفور ذير از ستاتستيكال سيجنيفيكانس ديفرنس بتوين برسنتجز اوف انيميا ان ذا تو جروبس او ذا ستادي جروبس يعني بيكوز ايه؟ بيكوز ان الزد طلعت 3.1 اللي هي اكتر من 2. يبقى انا استنتج ايه من الحوارات اللي انا عمال اقولها دي كلها؟ استنتج حاجه مهمه قوي هي تفرق او تفهمكم حاجه انتم ممكن ما تكونوش خدتوا بالكم منها. الزد تيست بستخدم معاها عشان بص اي سواء اتعاملت مع اي تيست لازم بيبقى عندي تو فاليوز، عندي التستد فاليو وعندي كريتيكال فاليو صح كده؟ وببدا اقارن اعمل مقارنه بينهم هما الاثنين بعمل كومباريزون ما بين التستد فاليو والكريتيكال فاليو. ليه؟ عشان اشوف مين اكتر ومين اقل عشان اشوف الاتش 1 هعمل لها اكسبت ولا ريجكت والاتش 0 هعمل لها اكسبت ولا ريجكت ماشي. بالنسبه للزي تيست كنت الكريتيكال فاليو بطلعه منين؟ الزد تيست التستد فاليو كنت بطلعه ازاي؟ التستد فاليو كنت بطلعه من المعادله اللي هي ايه؟ فكرني بيها كده بوبوليشن مين ده بتاعك ده كان بتاع الكوانتيتيف الكميه بوبوليشن مين ناقص الايه؟ ناقص بسم الله السامبل مين تمام على ايه؟ على الستاندرد ديفيشن. والكريتيكال فاليو كنت بتجيبها منين كده فكرني؟ الكريتيكال فاليو كنت بتجيبها من النورمال احفظ نورمال ركز نورمال ديستريبيوشن كيرف اللي هو كان كده 95% سيجنيفيكانس ليفل. طب التي تيست كنت بتعمل معايا تي تيست التستد فاليو انا دلوقتي بتعامل مع الكوانتيتيف ركز كان بطلعه من المعادله. ايه هي المعادله فكرني بيها كده؟ كان نفس الكلام برضو المين ديفرنس طلع الديفرنس في المين واقسمه على الروت وافتح كده روت ستاندرد ديفيشن 1 باور 2 على ان 1 وستاندرد ديفيشن 2 باور 2 على ان 2 ده كده التستد فاليو. طب الكريتيكال فاليو كنت بطلعه منين؟ والله قال لك الكريتيكال فاليو كنت بتطلعه تحسب الديجري اوف فريدم تحسب لي الديجري اوف فريدم الاول وتشوف البي فاليو بتاعتك كام اللي احنا حافظينها 0.05 وتبدا تطلع من النورمال من الايه؟ مش النورمال بقى المره دي مش النورمال لا
المرة دي تي تيست ديستريبيوشن تيبل. تي تيست ديستريبيوشن تيبل، ركز منين الفرق. هنا استخدمت التي تيست ديستريبيوشن تيبل عشان اطلع الكريتيكال فاليو، اما هنا استخدمت ايه النورمال ديستريبيوشن كيف عشان اطلع الكريتيكال فاليو. طب تعالى معانا على التيست اللي بعديه. التيست اللي بعديه كان ايه؟ مفيش حاجه في دماغي دلوقتي. انا في دماغي دلوقتي هو التشاي سكوير. خلينا ناخد التشاي سكوير تيست. التشاي سكوير تيست ده كان بتاع الايه الكواليتيتيف اللي هو الكيفيه. كان بطلعه ازاي؟ كنت بطلعه برضه نفس الكلام تيستد فاليو تمام وكريتيكال فاليو. التستد فاليو ده بيساوي ايه؟ التستد فاليو اللي هو القاعده المعادله بتاعه الشاي سكوير. كانت ايه المعادله بتاعه الشاي سكوير؟ المعادله بتاعه الشاي سكوير كان بيقول لك سيجما الاوبزرفد فاليو الاكسبكتد فاليو هطرحها من الاوبزرفد فاليو باور 2 على الاكسبكتد فاليو، وعلى حسب التيبل بتاعك هتحدد النمبر اوف سامبل. عندك كام سامبل؟ فهتحدد النمبر اوف او. عندك او 1 و 2 و 3 و 4 ولا عندك كام او بالظبط؟ المهم طلعت الشاي سكوير تيستد فاليو. طب عايز بقى تطلع الشاي سكوير كريتيكال فاليو، هتطلعها ازاي؟ هتحسب الديجري اوف فريدم الاول، تحسب لي الديجري اوف فريدم الاول وتحسب لي البي فاليو، تشوف البي فاليو كام اللي احنا عارفينها اللي هي 0.05 تمام كده تمام، وتبدا تشوف ايه، تبص على ايه؟ تبص على الشاي سكوير تيست ديستريبيوشن تيبل تمام زي الفل. طب الزد تيست بتاع الزد تيست بتاع بقى الكواليتيتيف اللي هو الكيفيه نفس الكلام تيستد فاليو وكريتيكال فاليو. طب التيست فاليو بحسبها ازاي؟ البرسنتج، ما التيست بتاع الكواليتيتيف بيتعامل مع برسنتج بي 1 ناقص بي 2 على افتح الروت اشوف اضرب البي 1 على كيو 1 اللي هي البرسنتج والبوزيتيف والنيجاتيف على الان 1 ماشي زائد بي 1 قصدي بي 2 كيو 2 على ان 2 تمام كده تمام. ثانيه واحده فين ال اهي تمام مظبوط كده مظبوط ماشي. بي 1 ناقص بي 2 على روت بي 1 كيو 1 على ان 1 زائد بي 2 كيو 2 على ان 2. والكريتيكال فاليو كنت بطلعها منين؟ كنت بطلعها من زد تيست ايه؟ زد تيست لا انا اسف دي بص انا اللي غلطت اهو، انا عايز اخليكم ما تغلطوش وانا اللي غلطت فيها في الاخر. الكريتيكال فاليو بتاع الزد تيست بطلعه منين؟ بطلعه من النورمال ديستريبيوشن كيرف. هو زي ما انت شايف النورمال ديستريبيوشن كيرف اللي كان بيقول لك ايه بقى؟ اللي كان بيقول لك ان الزد لو طلعت اكتر من 2 يبقى ساعتها ده ايه؟ اتش 1 دي اكسبتد صح كده؟ تمام. ندخل بقى على اخر واحده اللي هي كورليشن اند ريجريشن. بالنسبه للكورليشن اند ريجريشن الكورليشن اند ريجريشن هما حاجتين كده، هما كورليشن وريجريشن. تعال بقى نشوف ايه هي كورليشن ونشوف ايه هي الريجريشن. بالنسبه للكورليشن هو في فرق بين الريليشن اند كورليشن. في فرق. الريليشن اللي هي بنعبر عنها بالشكل ده تبقى دايركتلي بروبورشنال يعني علاقه طرديه، او بانفرسلي بروبورشنال علاقه عكسيه. دي الريليشن. طب الكورليشن دي تبقى شكلها عامل ازاي؟ تبقى شكلها عامل كده زي ما انت شايف دلوقتي. نقط مش متصله ببعض ما اقدرش ارسم لاين يجمعهم كلهم. نقط مش متصله ببعض وما اقدرش اوصل لاين يجمعهم كلهم ببعض. فبالتالي انا عايز اعمل شبه علاقه احاول اقرب المسافات على قد ما اقدر عشان اطلع علاقه ما بين تو فاريبلز. زي ما انت شايف كده الجراف بيعمل عنده تو فاريبلز اللي هو الايه الواي اكسس والاكس اكسس. في فاريبل على الاكس اكسس وفي فاريبل على الواي اكسس اهو، ولكن مثلا في 1 وفي 2 علاقه بين في 1 وفي 2. نفس الكلام برضه في علاقه بين في 1 وفي 2 تمام كده. يبقى انا في علاقه بين ايه تو فاريبلز.
التو فاريبلز العقبه منهم ما جيت عملت لها سبوتنج على الجراف طلع لي نقط كده متباعده عن بعض وملهاش ملامح ما اقدرش اوصلها ببعض. فانا عايز اعمل شبه علاقه, احاول على قد ما اقدر اشوف هل هم علاقه طرديه ولا هل هم علاقه عكسيه. فبعمل شبه علاقه اللي اسمها كورليشن. كورليشن تمام كده, وبإحنا كده عرفنا ايه هي كورليشن. الكورليشن هي علاقه ايه, علاقه متقاربه بنحاول نقرب المسافات ببعض. الكورليشن دي ممكن تكون ايه, الكورليشن دي ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون نيجاتيف, صح ولا لا؟ بوزيتيف يعني ايه, يعني هما الاثنين بيزيدوا مع بعض او هما الاثنين بينقصوا مع بعض, يعني من الاخر كده هما الاثنين بيتغيروا مع بعض, هما الاثنين دايركتلي بروبورشنال, هما الاثنين علاقه طرديه. طب نيجاتيف, نيجاتيف كورليشن معناها ايه, هما الاثنين عكس بعض, الثاني بيأثر على الاولاني, لو ده قل ده يزيد. تمام كده, تمام. تعالى بقى نعرف برضو انواع كورليشن. لو بصيت على انواع كورليشن برضو هتلاقي في نوعين على حسب قوه, وبدا كده على حسب نوع, نوع الكورليشن هي بوزيتيف ونيجاتيف, على حسب بقى قوه الكورليشن فبتتقسم لنوعين, هتلاقي في سترونج كورليشن وهتلاقي في ويك كورليشن, وممكن تبقى سترونج بوزيتيف او نيجاتيف, ممكن تكون ويك بوزيتيف برضو او نيجاتيف. تمام تمام, تعالى بقى نشوف كده ونقرا مع بعض الكورليشن بعد ما عرفنا الكلام ده. In the correlation, the close, نسيت أقول لكم الcorrelation بتعبر عن إيه, the closeness of association, يعني مدى تقارب, مدى تقارب ال measurements أو مدى تقارب الحسابات ما بين the two variables, هم قريبين من بعض قد إيه. The closeness of the association is measured by the correlation coefficient, اللي هو coefficient بتاع correlation ده اسمه R. تمام كده, the values of R يعني إيه اللي هو R اللي هو بيحسبها دي على الجراف بتتراوح, ممكن تكون بوزيتيف 1 او ممكن تكون نيجاتيف 1. طب عشان تفهم الحته دي بص كده على الشكل ده, ولكن هو عندك اهو, شوف شايف النقط المتباعده عن بعض دي اللي هي النقطه البرتقاني, هتلاقيهم بعيد عن بعض صح. طب دي انا عايز اعمل لها كورليشن, اعمل ايه, ابدا احاول اقرب اشوف انا عايز اعمل لها كورليشن, يعني ايه كلمه كورليشن, ابدا اشوف هم متقاربين لبعض بنسبه قد ايه, الكلوزنس اوف اسوشيشن بتوين ذا تو فاريبلز. تمام, انا شفت اهو ورسمت خط زي ما انت شايف, الخط ده ماشي فين في رايك, ماشي ناحيه البوزيتيف ولا ماشي ناحيه النيجاتيف؟ لا ماشي ناحيه البوزيتيف, ماشي ناحيه اليمين. انتوا عارفين الجراف ده كده بيزكس, ده بيزك مش بيزك ساينس, ده يعني بيزك البيزك يعني تحت الارض, عارفين انتوا الجراف بتاع الاكس اكسس واي اكسس ناحيه اليمين بيكون بوزيتيف وناحيه الشمال بيكون نيجاتيف, وفوق بوزيتيف وتحت نيجاتيف, المهم مش بلاش لفوق وتحت مالناش دعوه بيهم, اليمين والشمال, اليمين بوزيتيف والشمال نيجاتيف. طب لو اللاين مشي ناحيه البوزيتيف يبقى هو بوزيتيف 1 ولا نيجاتيف 1؟ لو هو مش قصدي لو اللاين اللي انت شايفه ده مشي ناحيه اليمين يبقى هو بوزيتيف 1 ولا نيجاتيف 1 في رايك؟ او بوزيتيف 1, يعني معنى كده دي بوزيتيف كلوزنس اوف اسوشيشن او بوزيتيف كورليشن. طب عرفت منين ان هي سترونج؟ عرفت ان انها سترونج لان النقط متقاربه قوي عن بعض, نسبه الخطا او نسبه اللي حاجه اسمها الايرور, الايرور تيرم اللي هو نسبه الخطا في اللاين, في رسم اللاين قليله جدا, تكاد تكون اصلا يعني مش موجوده, لان شايف زي ما انت شايف كده النقط قريبه قوي من بعض فبنقول عليها سترونج. طب عشان تفهم السترونج بص كده على الويك, طب ما الويك برضه تمشي ناحيه البوزيتيف برضه بوزيتيف 1, ولكن بقى ايه, ولكن هي ويك ليه؟ لان الايرور تيرم كبير قوي واسع. تمام كده, النقط بعيده قوي عن بعض, الخط تقريبا يعني احنا رسمينه بالعافيه. تمام كده, فبالتالي هي ويك بوزيتيف كورليشن زي ما انت شايف كده اهو. لو انا رسمت مثلا جبت كده تو فاريبلز في 1 وفي 2 تمام كده, وطلع في الاخر قياساتهم طلعت عامله كده, شكلها عامله كده. انا عايز اقسم لهم لاين, اقسم ازاي اهو, هرسم لاين كده زي ما انت شايف كده, ده اقول عليها سترونج ولا اقول عليها ويك؟ والله اقدر اقول عليها سترونج, عارف ليه؟ ما اقدرش اقول عليها سترونج, عارف ليه؟ شايف بص ما اقدرش اقول سترونج ليه؟ بص شايف المسافه دي, شايف المسافه اللي انا بعملها بالخط دي, المسافه اللي هي بعيد اللي هو مدى بعد النقطه عن اللاين اللي انا رسمته, المسافه دي بيسموها ايرور تيرم اللي هو نسبه الخطا. تمام كده, واللاين ده هو اللاين اوف كورليشن, اللاين ده اسمه اللاين اوف كورليشن.
طالما الايرور تيرم عالي، الايرور تيرم لو عالي فهنا ساعتها هقول عليها نيجد قصدي ويك ويك. وطالما اللاين اوف كورليشن ماشي ناحيه البوزيتيف، ماشي ناحيه البوزيتيف يعني بوزيتيف 1، فهقول عليها ويك بوزيتيف، هقول عليها بوزيتيف، هتبقى ويك بوزيتيف كورليشن. فهمتوا الفكره؟ طب بص كده على المثال الثاني اهو. هرسم لاين اهو، شايف؟ شايف النقط متقاربه عن بعض ازاي؟ شايف النقطه، نقطه يعني مش بعيده خالص عن اللاين اهو، زي ما انت شايف. بص قريبه قوي من اللاين اهي، قريبه قوي من اللاين اهي، فبالتالي نسبه الايرور تيرم هنا قليله خالص. واللاين اوف كورليشن برضو ماشي ناحيه البوزيتيف، اللاين اوف كورليشن ماشي ناحيه الايه؟ البوزيتيف، يعني هو بوزيتيف 1 تمام كده، والايرور تيرم قليل خالص، فبالتالي طالما الايرور تيرم قليل فهقول عليه بوزيتيف، قصدي انا اسف هقول عليه سترونج. وطالما هو بوزيتيف 1 يبقى هو بوزيتيف، يبقى هسميه ايه؟ سترونج بوزيتيف كورليشن. فهمتوا الفرق؟ اهو دي كده ويك بوزيتيف كورليشن اهي عشان الايرور تيرم عالي، اما دي سترونج بوزيتيف كورليشن عشان الايرور تيرم قليل. تعالى بقى نتكلم مع بعض، كمل. 1 بيقول لك ال1، مش معنى اخطانا كلمه 1 دي، ال1 دي تعبر عن ايه؟ 1 means perfect correlation، ال1 دي تعبر عن perfect correlation. طب الزيرو بيعبر عن ايه؟ نو ريليشن اصلا. دايما كده هتلاقي في الفيزيكس او يعني عامه في الماث لما يجي يعمل الحاجه عايز يشوفها هي اللي هي القاعده اللي انتوا عارفينها all or none، all or none law. الاول دايما بعبر عنها ب1 والنون بنعبر عنها بزيرو، حاجه يا اما تحصل يا ما تحصلش، لو حصلت بندنوت عنها ب1 ولو ما حصلتش يبقى بزيرو. فال1 هنا بيعبر عن البيرفكت كورليشن اللي حصل، اللي هو اللاين من الاخر، ال1 ده اللي هو اللاين، اللاين اللي احنا رسمناه ده اللي هو اللاين الايماجينري، اللاين ده مش حقيقي اصلا، انا رسمته من عندي عشان اعبر عن البيرفكت كورليشن اللي هي اصلا انت فاهم يعني، اعتقد ان انتوا فهمتوا يعني. طب وايل الزيرو مينز ايه؟ الزيرو ده مينز نو كورليشن، لسه قايل لك بالزيرو ده معناه نو كورليشن اصلا. تمام، يبقى ال1 ده هو اللي بيعبر عنه هو اللاين اللي انا رسمته. طب الزيرو ده مفيش لاين اصلا، مفيش كورليشن، زي ما انت شايف كده مثلا دي. انا اقدر ارسم لاين؟ ما اقدرش ارسم لاين، ممكن ارسم لاين يروح ناحيه الشمال، ممكن ارسم لاين يروح ناحيه اليمين، ممكن ارسم لاين يمشي فوق ينزل تحت، اي لان هي عشوائيه خالص، فبالتالي نو كورليشن. يبقى ال1 بتعبر عن ايه؟ عن اللاين اللي انا برسمه اللي هو اللاين اوف بيرفكت كورليشن، اللي هو من الاخر كده لو كان النقط دي ماشيه على لاين واحد فهتبقى شبه اللاين اللي انا رسمته. طب الزيرو ده ايه؟ الزيرو ده هو نو كورليشن، انا مش عارف ارسم لاين اصلا. If r value is near the zero، لو ال r اللي هي الكورليشن كوفيشنت، اللي هي الكورليشن كوفيشنت ده ال r، لو هي قريبه من الزيرو فمعنى كده ان هي ايه؟ ويك كورليشن. طب لو ال r دي قريبه من ال1 فده معناه ايه؟ ان هي سترونج كورليشن. يعني ايه الكلام ده؟ شايف كده؟ انا عرفت منين ان هي ويك كورليشن؟ عرفت انها ويك كورليشن من الكورليشن كوفيشنت. طب الكورليشن كوفيشنت ده بحسبه منين؟ بحسبه من الايرور تيرم اللي انا لسه قايله لك ده. الكورليشن كوفيشنت ده انا بحسبه من الايرور تيرم اللي هو ده. يعني الكورليشن كوفيشنت ده بطلع منه حاجه اسمها الار، الار دي اللي اسمها كورليشن كوفيشنت، ماشي؟ لو الار ده قريب قوي من الزيرو، قريب قوي من الزيرو يعني معنى كده ان هو ايه؟ ان الايرور تيرم عالي، فمعنى كده ان هو ويك. لو الار ده، لو الار بتقرب من الزيرو فمعنى كده ان الايرور تيرم، الايرور تيرم عالي، فمعنى كده ان هي ويك كورليشن. لو الار قريبه من ال1 فمعنى كده ان الايرور تيرم قليل، فمعنى كده ان هي سترونج كورليشن. فهمتوا كده الحته دي؟ يبقى الار قريب من الزيرو الايرور تيرم عالي ويك كورليشن، الار قريب من ال1 الايرور تيرم قليل سترونج كورليشن. ماشي، ده ساين نيجاتيف او بوزيتيف، امتى بحط الساين اللي هي نيجاتيف او بوزيتيف؟ طب ما هو امتى اقول بوزيتيف 1 وامتى اقول نيجاتيف 1؟ بحط الساين دي على حسب هو اللاين بيتحرك فين. لو اللاين بيتحرك ناحيه البوزيتيف فبالتالي هو بوزيتيف كورليشن، يعني معنى كده ان هما الاثنين بيزيدوا مع بعض. طب لو اللاين بيتحرك ناحيه النيجاتيف يبقى هي نيجاتيف كورليشن، يعني معنى كده ان هما الاثنين بيقلوا مع بعض، زي ما انت شايف كده اهو، شايف دي؟ دي سترونج بوزيتيف. ليه بوزيتيف؟ ليه قلت عليها بوزيتيف؟ ان هما الاثنين بيتحركوا ناحيه ايه؟ ان هما الاثنين بيتحركوا ناحيه البوزيتيف، بيتحركوا ناحيه الايه؟ البوزيتيف، يعني معنى كده ان هما الاثنين بيزيدوا مع بعض. الفاريبل واحد لما بيزيد الفاريبل الاثنين بيزيد معاه.
طب الثانيه بص كده, بص على اللي هي دي اللي هي النيجاتيف كورليشن, شايف هما الاثنين بيقلوا مع بعض, هما الاثنين ايه بيقلوا مع بعض. ليه بيقلوا؟ لما الفي واحد بيقل تلاقي الفي 2 بيقل معاه, في 2 بيقل معاه, فمعنى كده هما رايحين ناحيه النيجاتيف, عشان كده قلت عليها نيجاتيف كورليشن. ماشي, يبقى انا كده عرفت انا ليه بسميها ويك او سترونج بناء على ايه؟ بناء على الار اللي هو كورليشن كوفيشنت. ده بحسبه منين؟ بحسبه من ايرور تيرم. بقول عليها بوزيتيف او نيجاتيف منين؟ على حسب التو فاريبلز, الرقم ما بينهم, هل هما بيزيدوا مع بعض يبقى بوزيتيف, هل هما بيقلوا مع بعض يبقى نيجاتيف. بحدد اذا كانت هي 1 ولا 0 منين؟ لو 1 يبقى في كورليشن, يبقى معنى كده ان في هعرف ارسم لاين, يبقى في بيرفكت كورليشن. طب لو 0, الزيرو دي معناها ان هي نو كورليشن. الوان ده معناه ان انا اقدر اعمل لاين اوف بيرفكت كورليشن, اما الزيرو دي نو كورليشن. تمام تمام, بس ندخل بقى على اللي بعديها اللي هي اللينير اللي هي الريجريشن. بقى تعال بقى نشوف الريجريشن ده ايه حكايته. قالك الريجريشن منه نوعين, الريجريشن نوعين, في ريجريشن ما بين تو فاريبلز, بتوين تو فاريبلز, وفي ريجريشن بتوين مور ذان تو فاريبلز, يعني مالتيبل بالاخر, مالتيبل فاريبلز متعدده. لو بتوين تو فاريبلز فهنسميها ساعتها لينير ريجريشن. طب ليه لينير ريجريشن؟ عشان اقدر انا طالما هي بتوين تو فاريبلز فانا اقدر ارسمها على الجراف, اخليها كده لاين كده او كده, يعني لينير, خليها لاين, اقدر ارسمها بلاين. طب المور ذان تو فاريبلز اللي هي المالتيبل فاريبلز سميتها ايه؟ سميتها مالتيبل ريجريشن, مالتيبل ريجريشن. تمام, طب دي انا برسمها ازاي المالتيبل دي؟ هقدر ارسمها على اللاين؟ لا, ما اقدرش ارسمها على اللاين لان هي فيها فاريبلز كتير. الجراف بيحدد لي بس في 1 وفي 2, تو فاريبلز بس, 2 دي, 2 دايمنشن, 2 دايمنشنال الجراف ده, 2 دايمنشنال. انا دلوقتي بتعامل مع ايه؟ بتعامل مع مالتيبل فاريبلز, يعني ممكن يبقوا 3 او 4 او 5, فانا محتاج حاجه تبقى 3 دايمنشنال, محتاج حاجه تبقى 4 دايمنشنال, محتاج حاجه تبقى ايه؟ ثلاثيه الابعاد ورباعيه الابعاد. طب دي هعملها ازاي دي او احققها ازاي؟ هحققها بالمنظر اللي انت شايفه ده اللي هو ده الجراف ده. لا ثواني, لا ده مش هو ده, هو مفيش, لا هو مش عامل لكم رسمه ليها. مهم, خلاص مش مهم طالما مش عامل رسمه, بس هي هتبقى ايه؟ هتبقى 3 دايمنشنال. تمام, هتبقى يعني غالبا تبقى المنظر ده, يعني لو قلت كده دخلت جيت تخيلت معايا تبقى بالشكل ده كده. تمام, تمام, يبقى كده احنا عرفنا المالتيبل انواع الريجريشن, لينير ريجريشن ومالتيبل ريجريشن, وعرفنا ليه هي لينير وبنرسمها ازاي او بنعبر عنها ازاي, والمالتيبل ريجريشن ازاي بنعبر عنها برضو وليه اسمها مالتيبل ريجريشن. تعال بقى نقرا مع بعض. لينير ريجريشن بيقول لك ايه؟ الريجريشن ده فايدته ايه اصلا؟ عشان نلخص, انا الخص عليك الكلام ده كله عشان ما نضلناش نقرا كتير. الريجريشن ده فايدته حاجه واحده بس, ان هو بيعمل ايه؟ ان هو بيعمل ريليشن ما بين الفاريبلز. بيعمل ريجريشن فايدته انا بعمله ليه؟ why I'm using it, بعمله علشان to assess, اقيم the relation between dependent و independent variables. وكمان ايه تاني؟ طب انا بعمل relation صح, assess relation, وبعمل relation دي علشان اقدر اعمل ايه بقى في الاخر؟ هي دي الفكرة, prediction, اتوقع the next value of dependent variable upon او based on ال estimated values اللي هو اللي انا حسبتها بتاعت مين؟ of the independent variable اللي هو الاندبندنت variable. فهمتوا قصدي؟ دي كده فايده الريجريشن. وبايه فايده الريجريشن؟ ان انا بعمل اسس ريليشن بتوين ديبندنت فاريبل واندبندنت. طب الديبندنت والاندبندنت ممكن يكونوا كام واحد؟ كام فاريبل؟ ممكن يكونوا اثنين, واحد ديبندنت واحد اندبندنت, او ممكن يكونوا اكتر من اثنين, ثلاثه اربعه خمسه. يبقى واحد ديبندنت
واكتر من واحد اندبندنت. يعني مثلا اديك مثال، نمو الطفل اللي هو جروث بيعتمد على، يعني مش بيعتمد على ايه، او انا اعرفه ازاي عشان اعرف الطفل ده بينمو ولا لا، اعرفه ازاي؟ هعرفه من كذا اندبندنت فاريبل، صح؟ كذا اندبندنت فاريبلز. وبقى دلوقتي الجروث بتاع الجروث دلوقتي بقى ديبندنت. طب ايه هو الاندبندنت بتاعه؟ الجروث دلوقتي بيعتمد على اندبندنت فاريبلز اللي هي ايه؟ او اعرفه ازاي؟ اعرفه من العمر، الايدج، كل واحد عمره يزيد كل ما معنى كده ان هو بيكبر اكتر. اعرفه من الويت، وزنه، كل ما الطفل مثلا وزنه يزيد كل ما ده معناه مؤشر ان هو بيثرايف او بيجرو. كل ما مثلا ايه تاني، لينث، طول او الهايت، كل ما الطول يزيد كل ما ده معناه ايه، الجروث بيزيد. فاهم قصدي؟ شفت في كام فاريبل؟ في كذا اندبندنت فاريبل، 1 2 3، وفي كام واحد ديبندنت، 1 جروث، بيعتمد على الاندبندنت دول كلهم. اللي بيعمل الحركه دي عشان اقدر اعمل ريليشن ما بينهم ما بين كذا فاريبل هو الريجريشن، اسس ريليشن بتوين ديبندنت اند اندبندنت فاريبلز. سواء 2، لو كانوا 2 بس يبقى اسميهم لينير. يعني مثلا لو كانوا جروث وايدج بس يبقى ده ساعتها اسميها لينير. طب لو كان جروث وايدج وويت وهايت ولينث ومش عارف ايه ده كله، يبقى ده ساعتها اكتر من 2، فساعتها اسميها مالتيبل ريجريشن. تمام كده؟ تمام. دي كده الفايده الاولانيه للريجريشن. طب الفايده الثانيه ايه؟ الفايده الثانيه دي هي الفايده الاساسيه. ليه بعمل كده؟ ليه بعمل الريجريشن ده؟ عشان اعمل بريدكشن للفاليوز بقى. من الاخر كده الريجريشن ده بيتعمل عشان يعملوا حاجه اسمها جروث شارت. دي معلومات عامه، جروث شارت اوف تشيلدرن. الاطفال عشان يشوفوا الطفل بينمو بطريقه سليمه ولا لا، بيبدا يحسب له بي ام اي، ويحسب له الهايت والويت، ويحسب له الايدج والكلام ده كله، ويشوف النمبر اوف تيس والكلام ده كله. في كذا فاكتور، كذا اندبندنت فاكتورز او اندبندنت فاريبلز بيطلعها اثناء الكلينيكال اكزامينشن او اثناء هو قاعد مع الطفل في العياده. بياخد اللي هي الكالكوليشنز او الحسابات دي كلها والمعلومات دي كلها، ويبدا يحطها على حاجه اسمها جروس شارت، اللي هو الشارت بتاع النمو. طب الشارت ده انا عملته ازاي؟ الشارت ده عملته عن طريق ان انا عملت حاجه اسمها ريجريشن، عملت دراسات حسبت لي الريجريشن عشان تطلع لي جروس شارت، عشان اقدر اعمل بريدكشن للفاليوز، عشان اقدر اقول بعد كده من خلال الارقام اللي طلعت لي من الطفل اللي جالي في العياده، واشوف هل هو متوافق مع البريدكتد فاليو ولا لا. لو هو متوافق مع البريدكتد فاليو فمعنى كده ان هو نورمال جروس، يعني بينمو بطريقه طبيعيه. طب هو لو مش متوافق مع البريدكتد فاليو يعني معنى كده في ابنورمال ايه، في ابنورمال جروس، يعني معنى كده ان هو مش بينمو كويس او بينمو زياده عن اللزوم. فهمتوا في الحته بتاعه البريدكتد فاليو دي؟ يبقى انا بعمل ريجريشن عشان اعمل بريدكشن للفاليوز اوف اندبندنت فاريبلز بناء على ايه؟ معتمد على الاندبندنت فاريبلز. ده كده ملخص الايه، الريجريشن لينير ومالتيبل. تعال كده نقرا بسرعه كده مع بعض. اللينير ريجريشن بيقول لك ايه؟ بيقول لك سيميلر تو كورليشن، ولكن اللينير ريجريشن ده ات از يوزد فور ايه؟ ات از يوزد تو ديتيرمن ريليشن اند بريدكشن اوف ذا تشينج ان ا فاريبل due to change in the other value. اللي هو يعني من اخر كده الريليشن والبريدكشن اللي بتحصل في الديبندنت فاريبل نتيجه للتغيرات اللي بتحصل في الاندبندنت فاريبل. فور لينير ريجريشن، في بالنسبه للينير ده فانا بتعامل مع تو فاريبلز بس، واحد ديبندنت اسمه واي وواحد اندبندنت اسمه اكس. تمام كده؟ تمام. طب بص بقى على اللينير ريجريشن، بيقول لك اللينير ريجريشن نوت اونلي الاو اسسمنت اوف ذا بريزنس اوف اسوشيشن بتوين ذا اندبندنت اندبندنت. يعني هو مش بيسمح بس بالتقييم العلاقه أو وجه العلاقه ما بين الديبندنت والاندبندنت اللي هو الاكس والواي، ولكن هو بيسمح كمان بتوقع النتائج اللي هتحصل او الفاليوز اللي هتحصل مستقبلا في الديبندنت بناء على التغيرات اللي بتحصل في الاندبندنت. تمام كده؟ تمام. يعني هي بريدكتبل من الاخر. طب اللينير ريجريشن بيقول لك كمان however regression for prediction should not be used outside the range of original data. بيقول لك يعني ما تستخدمهاش بعيدا عن الاوريجينال داتا اللي انت متاح عندك، وليكن مثلا في المثال اللي انا ضربته لكم اللي هو الجروس شارت، فبيقول لك يعني ما تخرجش بره الويت والهايت واللينث، قصدي الويت والهايت والايه، الويت والهايت والبي ام اي. لو خرجت بره الحاجات دي فمعنى كده ان انت كده هتبدا تعمل خلل في الكالكوليشنز والنتيجه اللي هتطلع لك مش هتطلع دقيقه.
مهم يعني التي تيست از اولسو الحته دي مهمه قوي. وباحنا عشان نحسب الريجريشن بنستخدم ايه؟ بنستخدم التي تيست. وهو ده السؤال اللي جالكوا ام سي كيو في اخر المحاضره. بيقول لك اهو اقرا كده معايا السؤال ده. بيقول لك statistical test used to determine whether a correlation coefficient is statistically significant is called. وبالتست اللي انا بستخدمه عشان اشوف الكورليشن بتاعتي صح ولا لا هو انهي تست فيهم. جاوب لي انت كده السؤال ده. هستخدم انوفا اللي هو وان واي اناليسيس. انوفا لا غلط طبعا. الانوفا ده كنت بستخدمه لايه لو تفتكروا؟ الانوفا ده كنت بستخدمه لو عندي مور ذان وان مين، لو عندي اكتر من سامبل، لو عندي اكتر من اتنين سامبل مور ذان تو مينز، لو عندي 3 سامبل 4 سامبل 5 سامبل 6 سامبل فاحسن حاجه استخدم الانوفا. طب التي تيست فور اندبندنت سامبلز لسه قايل دلوقتي التي تيست بستخدمه عشان اعمل بيه كورليشن. طب التشاي سكوير تيست بستخدمه عشان ايه؟ لا التشاي كويست ده بستخدمه عشان الكاتيجورايزيشن اللي هو الكواليتيتيف داتا اللي هي فيها كاتيجوريز، فيها رو وفيها كولم تيبل. طب التي تيست فور كورليشن كوفيشنت هي دي. خلي بالك في فرق بين تي تيست فور اندبندنت سامبلز وفي فرق بين تي تيست فور كورليشن كوفيشنت. انا اللي غلطت معلش. الاجابه هتطلع دي. البي دي غلط. ليه؟ لان هي تي تيست فور اندبندنت يقصد بيها التي تيست بتاعت الايه؟ التي تيست بتاعت انهي واحده؟ يقصد بيها التي تيست بتاعت الكواليتيتيف والكوانتي اللي هي الكوانتيتيف اللي احنا حسبناها في الاول اللي هي كان فيها اللي هي كان فيها المعادله بتاعتها كانت ايه؟ اللي هي الـ x1 minus x2 على الروت sd1 على sd1 باور 2 على n1 plus sd1 باور 2 على الايه؟ على n2. المهم علينا الاجابه هتطلع دي. تي تيست فور كورليشن كوفيشنت. تي تيست فور كورليشن كوفيشنت. الحمد لله هو ما قالناش ازاي بتتعمل او ازاي بتتحسب، هو قال لنا بس ان هي نستخدم تي تيست فور كورليشن كوفيشنت وخلاص. تمام. خلي بالك من الملحوظه اللي هي الان بي. بيقول لك اندبندنت فاريبل ان الريجريشن ماست بي كونتينوس. 1 الديبندنت ده لازم يكون كونتينوس، يعني في زياده مستمره او في نقصان مستمر، مش ما ينفعش يكون متغير يعني شويه يزيد وشويه يقل، ما ينفعش، لازم يكون كونتينوس. كونتينوس تمام. مالتيبل ريجريشن قال لك المالتيبل ريجريشن هنا استخدم حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها الفريكوانسي تيست او اللي هو الاف تيست. الاف تيست تمام كده. الاف تيست ده بيستخدم للايه؟ للمالتيبل ريجريشن تمام كده. ومديك اكزامبل عليها اهو، اكزامبل بالنسبه للطفل. بيقول لك اهو اف نيو نيتال بيرث ويت ديبندز اون ذيس فاكتورز. بيقول لك ان نمو الطفل بيعتمد على او قصدي وزن الطفل، وزن الطفل بيعتمد على الجستيشنال ايج اللي هو عمره قعد قد ايه في بطن الام اثناء اثناء الحمل، لينث اوف بيبي اللي هو طول الطفل، والهيد سيركمفرنس اللي هو محيط راسه. ايتش فاكتور كورليت سيجنيفيكانتلي وذ بيبي بيرث ويت. عارفين عارفين ده طبعا، يعني بيقول لك ان كل فاكتور من الثري فاكتورز دول اللي هم الاندبندنت فاريبلز او الاندبندنت فاكتورز اللي هو الجستيشنال ايج واللينث اوف بيبي والهيد سيركمفرنس دول كلهم بيكورليت مع الايه؟ بيكورليت مع الويت. طب انهي نوع من انواع الكورليشن؟ هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا بوزيتيف طبعا. احنا عارفين ان كل ما وزن كل ما عمر الطفل يزيد في جوه بطن الام، يعني ابن 9 شهور احسن من ابن 7 شهور، وطول البيبي كل ما يزيد ده معناه ان هو الويت بتاعه هيكون اكتر. ان كل ما طول الطفل يزيد، لما طوله يزيد ده معناه ان وزنه هيزيد، وكل ما محيط الراس بتاعه يزيد كل ما وزنه هيزيد. فمعنى كده ان الكورليشن ما بين الاندبندنت فاكتورز اللي هم الايج واللينث والهيد سيركمفرنس والديبندنت فاكتور او الديبندنت فاريبل اللي هو الويت او الوزن بتاع البيرث ده بينهم بوزيتيف كورليشن، زي ما كاتب لك اهو بوزيتيف لينير كورليشن. We can do multiple regression. طب في رايك احنا ليه استخدمنا هنا المالتيبل ريجريشن؟ استخدمنا المالتيبل ريجريشن عشان هنا في كذا اندبندنت فاكتور، في ايج ولينث وهيد سيركمفرنس، بناء على الواحد بس ديبندنت فاريبل هو الويت. فبالتالي انا عندي اكتر من فاريبل، عندي اكتر من متغير، فبالتالي انا هستخدم انهي واحد؟ المالتيبل ريجريشن. تمام. هستخدم بقى انهي تيست؟ هو حاجه اسمها الاف تيست. الاف تيست بستخدمه مع المالتيبل ريجريشن. يبقى انا كل اللي انا قلته لحد دلوقتي هو ايه؟ كل اللي انا قلته ان الكورليشن بستخدم له تي تيست، تي تيست فور كورليشن، بستخدم اللينير ريجريشن بستخدم معاه التي تيست برضه، اللينير ريجريشن بستخدم معاه تي تيست، ايه المالتيبل ريجريشن بستخدم معاه الاف تيست. خلينا اكتبهم لك كده اهو اهم عشان تحفظهم. الكورليشن بستخدم معاه تي تيست فور كورليشن كوفيشنت، فور ار اللي هو الكورليشن كوفيشنت.
والريجريشن. الريجريشن منها نوعين، اللينير والايه المالتيبل. المالتيبل عشان اشوف اللينير، عشان اشوف هي النتائج صح ولا غلط، هل في لينير ريجريشن ولا لا، بعتمد على انهي تيست، بعتمد على الاف تيست. طب المالتيبل ريجريشن عشان اشوف نتائجي صح ولا غلط والكالكوليشن بتاعتي صح ولا غلط، بعتمد على انهي تيست، بعتمد على الاف تيست. انا عايش انا عكستهم، انا اسف. اللينير بعتمد على التي تيست، اللينير بعتمد على الايه التي تيست، التي تيست، التي تيست. طب المالتيبل الاف تيست، يبقى ده التي تيست وده الاف تيست. تمام كده، تمام كده خلصنا الفيديو ده. اتمنى ان انا اكون سهلت لكم الموضوع. معلش انا ما خلصناش اخر جدول، اهم جدول مهم جدا. انا عايز بس تميز ايه، بص كده، هو هنا الجدول ده بيقسم لك الايه التست اوف سيجنيفيكانس لبارامتريك ونون بارامتريك. البارامتريك احنا حافظينهم كلهم، اخدناهم ما عدا الانبيرد اللي هو اول واحد واخر واحد، هو البيرسون كورل... لا اخدنا البيرسون كورليشن، احنا اول واحد بس اللي ما خدناهوش، الانبيرتي تيست والبيرتي تيست والواي اناليسز. الامبير ده احنا خدناه مع، انا اسف انا بس الدنيا ملخبطه معايا شويه نظرا بس للظروف عندي، فبعتذر لكم. الامبير ده احنا خدناه، خدنا التي تيست والزد تيست، الحاجات دي كلها تعتبر امبيرد. البيرد تيست ده احنا خدناه، الوان واي اناليسيس اوف فارينس ده اللي هو الانوفا، بس انهي نوع من انواع الانوفا اللي هي الوان واي اللي هي تعتمد على وان فاكتور. طب البيرسون كورليشن ده الكورليشن احنا قايلين عليه دلوقتي. طب النون بارامتريك، النون بارامتريك دي منها انواع اللي هي الاسامي بتاعت البني ادمين، هو في كذا واحد اهو، عندك واحد اسمه اتنين اسمهم، واحد اسمه مان ووايتني، واحد اسمه ويلكوكسون رانك، ويلكوكسون رانك، واحد اتنين اسمهم كورسكال ووالس، وواحد عمل كورليشن جديده بدل البيرسون كورليشن، عمل حاجه اسمها سبيرمان كورليشن. اللي انا عايزك بس تحفظه كويس وتميزه عشان الام سي كيو، المان وايتني، المان وايتني بستخدمه مع تو اندبندنت سامبلز عشان تحفظها كويس. مان وايتني الاثنين عكس بعض، واحد راجل وواحد تاني خرع، وايتني ده خرع وتحس ان تاني ده مان راجل، وايتني ده خرع، هما الاثنين اندبندنت، تحس ان هما مستقلين عن بعض وما لهمش دعوه ببعض، تو اندبندنت سامبلز. طب التاني دي ويلكوكسون رانك سم، بيستخدم للايه؟ للبيرد اوبزرفيشنز. بص خدت بالك، البيرد، البيرد اوبزرفيشنز، اوبزرفيشنز تبدا بحرف ايه؟ الاو. والكوكسون في حرف ايه؟ في حرف او، هو الوحيد اللي في حرف او، وهو بيقول لك بيرد، بيرد اوبزرفيشنز، بيرد يعني اتنين، يبقى فيها اتنين او، والكوكسون فيه اتنين او اهو، يبقى الويكوكسون اميزها بالبيرد اوبزرفيشن عشان هم الويكوكسون فيه اتنين او اهو، اتنين او يبقى بيرد اوبزرفيشن، حرف الاو في الاوبزرفيشن. كورسكال والس، كورسكال والس بستخدمه ل 3 اور مور جروبس، 3 اور مور جروبس. بص لو خدت بالك كده، الكورسكال والس في 2 كي و2 ال، يبقى هو في حروف كتير قوي، هو الوحيد اللي فيه حروف كتير قوي اهو، زي ما انت شايف اهو في حروف متكرره، هو الوحيد اللي فيه في التستاد اللي فيه حروف متكرره 2 كي و2 ال، فبالتالي هو بيستخدم لاكثر من 3 او اكتر جروبس. طب الاخير ده اللي هو السبيرمان كورليشن، السبيرمان كورليشن بيستخدم لللينير كورليشن، لينير كورليشن اللي هو اللينير اسوسيشن بين تو فاريبلز، هو اللينير كلوزنس اوف اسوسيشن اللي هو الكلوزنس التقرب ما بين تو فاريبلز، لينير خلي بالك ان هو لينير. تمام، فعشان تميزها اقول لك تميزها ازاي. بص السبيرمان هو الوحيد اللي فيه اي اي، حرف الاي اي ورا بعض، واللينير هي الوحيده اللي فيها اي اي، فالاي اي بتاعت السبيرمان مع الاي اي بتاعت اللينير. تمام، اتمنى اكون ميزتها لكم وحفظتوها تمام عشان الام سي كيو، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق، ربنا يعينكم.